حضور أو عدم حضور الملك المغربي محمد السادس يوم العيد يعني نظن الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي اللي ما احتفلوش بالعيد نهار الحد كاين واحد اتصل بيا قال لي بن عارف علاش ما احتفلوش نهار الحد قلت له قال لي لانه عندهم نهار السبت بالنسبه لليهود ما يذبحوش ما يطيبوش ما ياكلوش ما يحتفلوش اليهود قال لي نهار السبت ما يذبحوش وما يطيبوش الموقد نتاعو ما يشعلش قال لي اذا هو باش ما يغضبش الاسرائيليين الصهاينه واليهود بصفه عامه قال لي قال لهم لا معليش نحتفلوا يعني القبيله نتاع الملك الملك لان ما نش فيه لا حي ولا ميت لحد الان يعني راهو في عداد مفقودين غائب ما عارفين فين وراه لكن عائله الملك قال لك ما نحتفلوش احنا نهار السبت عرفات حنا عندنا نهار السبت في الليل والحد هو العيد المسلمين في العالم كل يوم كل المسلمين في العالم كله احتفلوا بعرفات جمعه في الليل سبت صباح العيد الا مملكة الخنازير يعني نقصد على خنازير هذه نتاع خنزير كازا وكذا الحلالف اللي يروحوا يجمعوا في الرباط لانه يعني في الحلالف يربوا في الحلالف امثال خزير كازا وغيره هذه الحلالف التي تستضيف المملكة التي تستضيف الخنازير الخونة والعملاء احتفلوا بالعيد يوم الأحد على أي أساس عندهم عرفات وحدهم منش عارف داروا حساب تاع رمضان لأنهم صاموا بعد المسلمين بيوم إذا قال لك نعيدوا بعد المسلمين بيوم هذا موضوع آخر خلوا جماعة الفتوى هم اللي يفتيوا فيها إذا السؤال المطروح أين هو الملك المغربي ومن ظهر في الصورة نبداو من هذه ونجو رايحين ولا نبداو بالتعليق واحد الصور اوكي نبداو بهذه قضيه الملك كاين واحد الاسم اللي المغاربه يعرفوه لكن الجزائريين ما يعرفوش الاسم هذا كاين واحد اسمه نبيل السباعي نبيل السباعي وش علاقته بالموضوع وش علاقته بحضور او غياب الملك هذا ما ساشرحه بالتفصيل في هذا البث المباشر تذكروا معايا نبيل السباعي من هو نبيل السباعي وش قصته وش حكايته وش رايحين عليه اليوم لكن نعلقوا في البدايه على بعض الصور الصور اللي نعلقوا عليها مثلا شوفوا هنا هذه الصوره الصوره هذه اللي لاول مره يظهر ابن شقيق الملك اول مره يظهر شقيق ابن الملك في حضور رسمي يعني عاده يحضر الملك حتى في الاعياد روحوا شوفوا الاعياد السابقه كل الاعياد السابقه ما يحضرش الا الملك وابن الملك وشقيق الملك في الصفوف الاولى اول مره يظهر ابن شقيق الملك هذا عنده دلاله وعنده قراءه سياسيه وهيدروكربونيه وميتافيزيقيه كبيره بالنسبه لي أنا هو انه غيبي القط احضر يا الفار بمعنى انه الملك الحقيقي محمد السادس غائب وشبيه الملك ما عندوش مشكل انه يحضر اللي يحضر واش دخله هو المهم جاي يلعب دور الزعيم ذكرنا فيلم عادل امام اللي لعب دور حسني مبارك في مسرحية أو في فيلم فيلم أو لا مسرحية مسرحية الزعيم اللي جا لعب دور الزعيم في بلاصة الرئيس اللي هو حسني مبارك يعني مات وجا في دوره هو هذا شبيه الملك اللي راهو في الصورة طبعا وجنبه ابن الملك ولي العهد زعما وجنبه شقيق الملك وفي الصورة اللي في الدائرة الحمراء ابن شقيق الملك ابن شقيق الملك لأول مرة يحضر في محضر رسمي هذه الصوره الاولى اللي تحتاج الى تعليق الصوره الثانيه اللي تحتاج الى تعليق باش ندخل في الموضوع هذه الصوره لي يعني الملك الملك المفترض شوفوا وجهه نوعا ما عريض يعني جاي بالطول قصدي طويل لتحت عينه العين تبان من شعار لا بيه الزطلة راهو زاطل نهار العيد او بالفعل راه مريض من عينه عين كما يقول الناس عين تقلي وعين تصب الزيت يعني عين مفتوحه وعين طافيه هل بفعل الزطلة هذا اذا كان الملكه او مريض من عينه الصوره هذه الثانيه الصوره الثالثه او اللقطه الثالثه اللي هي لقطه مهمه ومهمه جدا شوفوها ونعلقوا عليها وفي هذه الاثناء شوف 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 اللقطه ولي العهد للأميرة يقوم نعود الفيديو وفي هذه الاثناء يقوم ركزوا مليح اول الملاحظه الاولى انه شبيه الملك اللي لعب دور الملك دور الزعيم لانه اول مره تصرا له لقطه مثل هذه مش متعود جاي قدام الليزار اللي باش يذبح لانه ما يديروا ليزار باش ما يطير له وش الدم يوسخ روحه يعني يحميوه يغطيوه هو مش متعود مش متعود يحضر في بلاصه الملك ويذبح جاي عادي باش يجي قدام الخروف قالوا لا يعني غمزوه آه لا آه عاود رجع منين عاود رجع مور ليزار كي رجع مور ليزار الامير الحركة نتاعو معناتها راه مدمر غضب بهدلتنا شوفوا عاودوا شوفوا اللقطة شو شو هنا كان رايح عاود رجع اشاروا له شوف ولي العهد يعني اللي هو ابن المفترض أو ابن محمد السادس كوش وفي هذه الأثناء يبين عن أيوا يقوم الحركة هذه نتاع هكذا معناتها ذبحتنا بهدلتنا سلختنا درت دارت فينا المنكر، لا قدام الناس إذا تفضح أنه هذا الملك أو مش الملك. الصورة هذه اللي شفناها مهمة جدا، شوفوا هنا. في الهيسبريس هذه في 21 جويليا يعني عيد الأضحى الماضي 2021. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد وينحر الأضحية بمدينة فاس، هذه وقتاش؟ شوفوا الصورة مليح مليحة شوفوا بالتدقيق كل شيء الكمامات الصورة يعني نفس شوفوا الصورة هذه مليح مليح في 2021 أوكي 2021 نعاودوا نشوفوا الصورة الثانية تاع 2022 اللي هي نشرتها لا يعني قبل ساعة من يوم العيد البارح نشروها يعني جديدة ودخلوا الموقع تاعهم الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بحضور جد محدود وينحر الارحي نفس الصوره نفس الكمامات نفس الـ يعني الـ الوضعيه نفس الموس يعني نفس الشيء نفس القندوره شوفوا هنايا الخيط اللي مخيط به القندوره بالموف هذه مهمه جدا ملاحظه مهمه القندوره صفراء والخيط هنا يراه بالموف اللون تاعو بالموف هي نفس الصورة تاع 2021 يح... ينحر في فاس في 2022 بعدد محدود لماذا؟ لأنه قالك إجراءات كورونا لأنه كان مريض بالكورونا يعني عندهم كان مريض بالكورونا وإجراءات راهم في إطار محدود جدا وش معناتها محدود جدا؟ معناتها ما يشوفش الناس كيما في جوه بعض المواطنين يجوه يقبلوا عليه الآن لا في 2022 لأنه عنده كورونا وكذا إلا العائلة يعني السرية التامة أو الحرس الملكي اللي معاه فقط، لكن الصورة هي نفسها ل وواحد وعشرين هي نفسها ألفين انا وعشرين، أنا قبيلاش نقول ركزوا على لون الخيط تاع القندورة، لأنه كان باللون الموف، هنا باللون الأخضر، يعني كيفاش؟ البس جندورة باللون الاخضر هذا الخيط الاخضر ومن بعدك راح بدلها باللون الموف باش يروح يذبح يا اخي من هنا مباشره من الصلاح راح يذبح هذا هو من الصلاه مباشره راح يذبح وعلاش اللي هي نشوفوها باللون الموف وهنا نشوفوها باللون الاخضر لماذا لانه الصوره غير صحيحه الصوره يعني تاع الملك تاع 2021 صحيحه لكن نفسها جابوها لماذا الصورة 2021 صحيحة؟ شوف نعاود نرجعوا للصورة، هذه الصورة تاع 2021 نفس الصورة تاع 2021 نزلوها في 2022 يعني بالخيط الموف نفسها ونفس العدد الخدم اللي موجودين نفس القبضة تاع الموس السكين يعني نفس الشيء لكن الصوره المفبركه هي انه سواء في الصوره او في الفيديو القندوره بالخيط الاخضر شوفوا هنا بالخيط الاخضر يعني هذا اللي هو شبيه الملك هذا شبيه الملكه وين نعم هذه صحيحه وجديدة وين الامير هنا ماشي والملك بالخيط الاخضر اذا هذه المؤشرات اللي حبيت نقول لكم عليها تقودني للاجابه على السؤال اللي طرحته الأول وهو من هو نبيل السباعي نبيل السباعي هذا هو مواطن مغربي شبيه الملك إذا تذكروا كان واحد الصور متداولة للشاب خالد نظن والشاب رضا الطلياني وبعض الممثلين والفنانين متصورين مع الملك محمد السادس هو ليس محمد السادس الصوره ليست لمحمد السادس هذوك الفنانين معرض الطالياني متصور مع واحد يقول لك محمد السادس في الطوموبيل ومداسرينه شفتوه كيفاش هذاك ليس محمد السادس هذاك واحد اسمه نبيل السباعي شبيه الملك محمد السادس يشبه له تماما الا ببعض التفاصيل ويلبس نفس لبسه الملك و تعرض للسجن بتهمة النصب والاحتيال على بعض الناس على أساس أنه الملك دخلوا السجن نعم ها هوين نبيل السباعي نبيل السباعي دخلوا الجوجل وعملوا بحث خفيف جدا توجد أن ها هوين الصورة مثلا هذه هذا الصورة مثلا شبيه الملك في سجن العرجات من جديد وحقائق مثيرة في الطريق لانه هذا شبيه الملك قلت لكم دخل السجن بتهم النصب والاحتيال شوفوا مثلا هذا الصوره اللي قلت لكم تصور مع عدد كبير من الناس فنانين وكذا صور شبيه الملك تثير جدلا واسعا شوفوا هذه قراو مليح صور شبيه الملك تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نبيل السباعي المعروف بشبيه الملك الذي اعتقل غشت من سنة 2014 لأنهم اعتقلوه بتهمة النصب والاحتيال شوفوا هذه الصور كلهم خليكم تدخلوا الجوجل وديروا نبيل السباعي شبيه الملك وتوجدوا أنه بالفعل بالفعل يشبه الملك كثير شوفوا حتى هذه الصور مثلا شوفوا هذا الصور اللي هو يشبه الملك كثيرا يلبس حتى آه لبسة الملك حتى آه لبسة الملك ويقلد الملك في مشيته في لبسته في أمور كثيرة إذا شبيه الملك هذا اللي قلت لكم تقدروا تدخلوا لجوجل توجدوه هذا نبيل السباعي الآن بعد ما سجنوه في 2014 لمدة عام ونص ومن بعد خرج بعفو من الملك بعد نظن ست شهور او كذا من قضاها في السجن خرج من السجن بعفو من الملك لانهم وصلوا له رساله قالوا له انه الشبيه نتاعك انا لقينا عليه القبض قال له ما طلقوه لما قال له ما طلقوه المعلومات اللي متوفره هو انه اختفى لماذا اختفى؟ الملك وجماعه الملك استغلوا هذا شبيه الملك للضروره ما ما ننساوش انه مثلا الراحل صدام حسين الرئيس العراقي صدام حسين كان عنده شبيه كان عنده حوالي اثنين وثلاثة لكن يعتمد على واحد شبيه في الخرجات الشعبية لما يكون يخرج مثلا في بعض الخرجات أو في بعض المناسبات هكذاك اللي ممكن فيها خوف على حياته يرسل شبيه يروح مدربينه ومقرينه ومعلمينه مثل صدام حسين الله يرحمه إذا الملك محمد السادس هو وجماعته والحموشي وجدوها فرصة أنه الشبيه نتاع الملك اللي هو مجرم ونصاب ومحتال قال لك مادام توفر فيه الشروط لماذا لا نستغل هذه المميزات اللي في هذا نبيل السباعي ونكونوه على أساس أنه يلعب دور الملك عند الضرورة ووجدوا كانوا محضرينه دربوه كيفاش يدير كيفاش لكن كاين حوايج نساوها اغبياء القندوره نساو باش يقولوا له بدل نساو نفس الشيء انه اه النظارات نحاهم كان بدون نظارات حتى في اخر الصلاه باش فاقوا جابوا له نظارات لبسهم وهو الملك عاده ما ينحيش النظارات الطبيه الا نادرا يعني تقريبا السنوات الاخيره ما ينحيهمش ما يقدرش يشوف ل... بدون نظارات لكن شبيه الملك نحى النظارات لانه ماهوش مريض من عينيه روحوا لاحظوا في الفيديو اللي هو طويل ما قدرش نقدمه ما قدرش نحضره يعني شبيه الملك الصلاة العيد من بداية للنهاية ما عندوش نواضر نساهم كي كملت الصلاة وسلموا باش فاقوا من اللي ما جابوا له نظارات باش يصوروه جابوا نظارات له بالخف وهذه النقطة ابن شقيق الملك تفاجئ بالملك تخلع هذا هو عمي انا ما يعني طفل صغير بريء تروحوا وتشوفوا في الفيديو تلقاو تخلع يعني يخسر في الملك غير طبيعي كاين امور كثيره في الفيديو فضحت المسرحيه الغبيه اللي اخرجها يعني كتب السيناريو واخرجها الحموش لانه المعلومات اللي عندي انه في صراع قوي وقوي جدا داخل القصر الملكي في الرباط ما بين القياده العسكريه ممثله في الجيش والدرك الملكي وما بين المخابرات الداخلية والأمن لأنه مثل ما خبرتكم سابقا الحموشي هو مدير الأمن الوطني اللي هو الدي جي ومدير الأمن الداخلي في نفس الوقت يعني مدير المخابرات الداخلية ومدير الأمن الوطني يعني عنده زوج مناصب وهما مناصب المهمين مخابرات والأمن والاستعلامات وأمور هذه متحكم فيها بينما الجيش اللي ما عندوش قيمه في المغرب ما عندوش قيمه للجيش يعني اللي عنده قوه اكثر هو الدرك الملكي يعني اللي هو مثلا احنا عندنا في في الجزائر يعني الدرك الوطني او الحرس الجمهوري هما عندهم الدرك الملكي اقوى من الجيش اصلا قياده الجيش في المغرب ما عندهمش يعني ما ما عندهمش عليك نقولوا قال قائد اركان الجيش قوي رجل قوي ولا ما عندهمش اللي عندهم الرجل القوي هو مدير الامن والمخابرات الداخليه اللي هو لانه انزع القوه من مدير الامن الخارجي المنصوري لانه المنصوري هو الرجل القوي في وقت سابق وهو صديق وصديق الطفوله ورفيق الملك محمد السادس كان يقرا معاه في نفس المدرسه في نفس القريه وتربى معاه وعاش معاه وفي بدايه حكم الملك محمد السادس كان المنصوري هو الرجل القوي داخل وخارج المغرب لكن فيما بعد لما ضعف الملك وفقد السيطره على الحكم تغول الحموشي لانه ربط علاقات مع جهات خارجيه خاصه الكيان الصهيوني اسرائيل اللي دار معهم علاقات وبعض الدوائر الخليجيه الامارات السعوديه وخاصه الامارات ربط علاقات قويه اللي هما اللي قربوه للامريكان وضمنوا فيها عند الاسرائيليين واصبح الرجل القوي داخل البلاط الملكي، يعني داخل المغرب، الرجل القوي هو الحموشي، اقوى من المنصوري اللي كان هو الرجل القوي او هو الرجل الثاني في المملكه بعد الملك محمد السادس. اذا الحموشي هو الرجل القوي في المملكه المغربيه وليس المنصوري، والحموشي اصبح اقوى من القياده العسكريه ككل، واقوى حتى من الملك. نعم، اصبح اقوى من الملك. هذه الحقيقة اللي يعرفوها المغاربة، طبعا روحوا شوفوا حتى النشطاء السياسيين والإعلاميين المغاربة في الخارج وحتى العسكريين يتكلموا على الحموشي أنه هو الرجل القوي وهو صانع القرار في المغرب، إذا شبيه الملك اللي هو هذا نبيل السباعي اللي يشبه الملك إلى حد كبير، آه هذا هو اللي لعب دور الملك في المسرحيه الاخيره في المغرب الان تكشفت طبعا الفضيحه وبقى للمغاربه بقى لهم امل وحيد يبرهنوا ان الملك على قيد الحياه والملك هو الذي شارك في العيد النقطه الوحيده اللي لهم هي نشاط خارجي للملك مثلا يستقبل أي رئيس دولة أو رئيس حكومة أو على الأقل على الأقل سفير دولة أوروبية مثلا سفير فرنسا سفير بريطانيا سفير إسبانيا سفير الولايات المتحدة إذا كان استقبل بشكل رسمي وتكلم معه ممكن نقولوا أنه الملك لكن إذا لم يقوم الملك بأي نشاط رسمي ولن يقوم في الفترة القادمة بناء على معلومات دقيقة من داخل البلاط المغربي من داخل المطبخ المغربي إذا الذي ظهر هو الشبيه الملك وهو نبيل السباعي وليس محمد السادس نبيل السباعي هو الذي ظهر في الفيديو وليس محمد السادس السؤال الثاني اللي يطرح وننتظر الإجابة لماذا لم يتكلم زبانية وعبيد وعملاء وخونة الخارج طبعا على رأسهم خنزير كازا ومن معه وعلاش ما تكلموش على الموضوع هذا غياب الملك من حضوره أين هو هل الذي حضر هو الملك ماذا حدث في البروتوكول لأنه أول مرة تصرى أنه الملك يغلط ويجي قدام الخروف اللي راح يذبحوه مش موراه لأنه تعود دائما يجي مباشرة اول مره يجي غلط وبنو تبهدلتنا و... يعني هذه القصص هذه التعليقات علاش ما يعلقش عليها خنزير كازا ويعلق على تعليقات انه ناصر الجن صلى العيد في الجامع كشفنا ناصر الجن راح صلى العيد في الجامع هذه شافها شاف بلي ناصر الجن راح يصلي بصح ما شافش بلي الملك محمد السادس ما راحش يصلي وموش هو نبيل السباعي هو اللي راح معلومات اللي عندي أنا من داخل المطبخ المغربي أن الملك في مرحلة متقدمة جدا من مرض فقدان المناعة اللي هو مرض السيدة عافانا الله وعفاكم أجمعين سيد مريض بمرض السيدة فقدان المناعة وصل إلى مرحلة قال لك أنه جسمه تمص أصبح من الصعب جدا 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 أن يسمح لغير افراد العائله الضيقه جدا انهم يشوفوه تغير ملامح تاعو تغيرت نقص ضعف ونقص وتمص مثل ما نقولوا اضمحل تمص اصبح جسمه زي جسم يعني طفل طفل صغير يعني ممكن اصبح متر وخمسين سنتيم واصبح لانه مرض السيدة طبعا الله يحفظنا حسب ما شفنا في السنوات الماضيه يعني في الثمانينات لما بدا ظهر الثمانيه والتسعينات هذه الاعراض تاعو يعني اللي يوصل لدرجه وين الانسان يفقد المناعه واصبح جسمه يتعرض لاي شيء يمرض وكذا يبدا يموت 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 يتلاشى 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 حتى يروح اذا المعلومات اللي موجوده انه الحس... الملك محمد السادس في مرحله متقدمه جدا جدا من مرض فقدان المناعه سيدة عنده السيدة ربي يشافيه وربي يعني يتولاه الله عليه لهذا السبب اللي راهم داخلين في بعضهم، مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية رهيبة، زايد مشاكل في من سيخلف الملك. من هو خليفة الملك؟ هل هو ابن اللي مشكوك حتى في نسبه؟ هل هو ابن الملك فعلا أم ابن قنصل فرنسي غائب لحد الآن معرفوش وراه كان قنصل في وجدة قال لك مش عارف في طنجة مش عارف راهو ميت ولا حي اختفى أين هي أم ولي العهد اللي يسموها لالة سلمى هذه الأميرة أين هي البعض يقول أنه تم اغتيالها وجثتها مش موجودة البعض يقول لا موجودة في القصر لكن تحت الإقامة الجبرية يعني في سجن سجن داخل القصر ما تتحركش يعني في أقوال كثيرة لكن الملك الأميرة هذه لم تظهر منذ تقريبا سنتين لا خبر على أم الولي العهد شقيق الملك الآن يطالب بحقه بحقه في العرش يطالب بحقه يعني في صراع قوي جدا في المغرب سنعرف تفاصيله في قادم الأيام بإذن الله نتابع الموضوع في قادم الأيام ونشوف النتيجة ما هي يبقى السؤال مطروح دائما لماذا لم يتكلم خباز لندن لماذا لم يتكلم خنزير كازا لماذا لم يتكلم أنور مالك لماذا لم يتكلم وليد لماذا لم يتكلم هؤلاء لماذا يعني يتبعوا في أدق التفاصيل في الجزائر لكن في الخارج ما يهمهمش ما نشعر